يا رب يا رب ان يكون تكيتنا الرفاعيادة السادة الصوفية من انجح التكايا الصوفية. واليوم الاحد الموافق اليوم كم ذي القعدة ابو مهدي؟ اليوم كم ذي القعدة؟ اليوم 11؟ اليوم 10. لا 11 ذي القعدة 1445 الموافق 9 مايو 2024. اذكار الطريقه الرفاعيه في التكي الرفاعي الصوفي للسيد السيد هاشم السيد احمد الرفاعي 3: يا الله يا الله يا حي يا قيوم، وابو حامد الغزالي روحي له الفداء صاحب كتاب احياء علوم الدين. الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم. شنو معناته يا سيادي؟ يا حي يا قيوم. سيدي نصرت السيد والسيد هاشم السيد احمد الرفاعي، كم مجلس ذكر صلاة على النبي سيدي الفضل حضرته؟ الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله 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 يا الله. كلمة كبيرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي يحضر مجالس ذكر الله ربحان. شنو يربح سيدي الحلبي؟ شنو الفائدة من مجال ذكر الله والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وذاته وصفاته وجميع الأنبياء كما صلت عليه وسلم؟ نقيد له وهو له قرين. أيوة. التعاسة والشقاء في عدم ذكر الله تبارك وتعالى، والسعادة والوفاء والعيش الهنيء في ذكر الله تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. قال ربي ما حشرتني أعمى. عمل بصيرة ولا عمل قلب؟ فلذلك يوم القيامة عمل بصيرة سيدي الحلبي ولا القلب؟ الكل عمل بصيرة والبصيرة. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيدي.